المنظمة الشغيلة تؤكد أن المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص ستستأنف هذا الأسبوع، وتشدد على تطبيق النظام الجبائي على الجميع. الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس تكلف القيادي منصف السلام برئاسة هيئة تسييرية ومؤتمر مرتقب للحركة الربيع المقبل. وأكثر من 120 قتيل و100 جرحى في حادث خروج قطار عن مساره في الهند، حادث الإنقاذ تسابق الوقت للعثور على ناجين. منتصف الليل في تونس، تحية طيبة لكم جميعا. قال الأمين العام للمساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بالقاسم العياري إن المفاوضات في القطاع الخاص ستستأنف خلال هذا الأسبوع، وفي حال عدم استئنافها فإن النقابيين سيذهبون إلى إضرابات جهوية في كامل تراب الجمهورية. جاء ذلك في تجمع عمالي أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير، ضم شغالين من ولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك احتجاجا على قرار تأجيل الزيادة في الأجور. تجمع عمالي انتظم بمدينة المنستير ضم عددا من الشغالين على خلفية قرار تأجيل الزيادة في الأجور في القطاعين العمومي والخاص. نأمل من خلال هذه الحركة الاحتجاجية البعث برسالة لدى الأطراف الاجتماعية، سواء كان في مستوى الحكومة أو في مستوى اتحاد الصناعة والتجارة، حتى يرجع لطاولة المفاوضات وتطبيق القانون، لأنه يتعلق بالحكومة القرار والاتفاق مع السيد حبيب السيد صدر بدل الرائد الرسمي، ونفس الامر معناها اتفاقنا مع اتحاد الصناعه والتجاره. شعارات رفعها العمال تنادي اغلبها بضروره تطبيق الاتفاقيات القاضيه بالزياده في الاجور، مع المطالبه بتفعيل العداله الجبائيه. احنا نخلصوا في 200 دينار، نخلصوا في 12 وفي 30000 و40000، واللي عن شهرياتهم كبار ما يخلصوش. دونك احنا ضد هالقانون الجديد اللي باش يتمر في مجلس النواب، ونرفضوا هذه الحكايه نتاع التاجيل هذه 2019. وتندرج هذه اللقاءات بين ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل مع العمال ضمن سلسلة من اللقاءات. بدينا بالتعبئة، تجمعات عمالية اليوم وصلت 20 جهة، الأسبوع القادم إن شاء الله نستكمل بقية الجهات، وسنتوجها بتجمع كبير ربما يكون في ساحة القصبة، ويتوج بتجمع أكبر في أمام مجلس نواب الشعب. قدمنا مقترح أو توصية للهيئة الإدارية الوطنية باش تنعقد يوم الخميس القادم بضرورة استعدادنا لخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية وربما حتى في القطاعات الأخرى. يبدو أن الحوار حول الزيادة في الأجور بدأ يأخذ أكثر من شكل احتجاجي للعمال، وأمل في حسمه في أقرب الأجال. في مجلس نواب الشعب تستأنف اليوم الجلسات العامة للنظر في مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017 و2020. ومن المنتظر أن تحسم لجنة المالية في الفصول المتبقية من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والمتعلقة بالمساهمات الاستثنائية للخواص والسر البنكي والجباية على المهن الحرة وتأجيل الزيادة في الأجور. مشروع قانون المالية للسنة المقبلة موضوع النقاش في مجلس نواب الشعب، يتنزل في ظرف اقتصادي دقيق ووسط آمال ببلوغ نسبة نمو تقدر ب2.5. مشروع جاء بإجراءات لامست قطاعات عدة، وتواجه لجنة المالية صعوبات كبرى للحسم فيه خلال الأسبوع المقبل، خصوصا على مستوى ثلاثة فصول محورية ظلت عالقة. اللي هم الزيادة في الأجور، لأن يمكن مش يوقع مراجعة الضريبة، هناك أيضا فصل المحامين مازلنا ما قرناش فيه بصفة نهائية، وكذلك هناك الفصل اللي يهم الشركات و 7.5% زاد ما تمش الأقرار بهذا الفصل بصفة نهائية. رفع السر البنكي دون إذن قضائي فصل أسقطه التصويت داخل لجنة المالية، وهو من الفصول المدرجة في قانون المالية الحالي مع اشتراط الإذن القضائي. نتساءل من أسقط رفع السر البنكي؟ الأغلبية البرلمانية والحزبان الكبيران الداعمان للحكومة وقفوا ضد هذا الفصل، واعتقد هنا أزمة الحكم وأزمة مشروعية الحكومة، ضروري أن ترتب بيتها الداخلي قبل أن تتفاوض. الفصل هذا يعني اللي يضيفه على أنه يتجاوز القضاء ويحط المسألة في دين المراقبين الماليين. أنا العملية سهلة جدا، يا إما يقع تفعيل الفصل القديم
لأنه شفنا احنا الإجراءات القضائية متطولش برشا في 72 ساعة، وإلا نشوفوا حل في المسألة هذه. كما صادقت لجنة المالية على الفصل 32 من قانون المالية معدلا، وفيه يتعين على كل الأشخاص الذين يتعاطون نشاطا في صنف المهن التجارية التنصيص على معرفهم الجبائي ضمن كل الوثائق المتعلقة بنشاطهم المهني، مرجئة الفصل المتعلق بفرض الطابع الجبائي على كل عملية رفع دعوى قضائية للمحامين، وذلك إلى حين تقدم وزارة المالية بصيغة معدلة. وضع إجراءات رامية لمقاومة التهرب الجبائي، لكن كذلك هذا لا يمكن إلا أن تكتمل بوضع برنامج إصلاح جبائي شامل. إن شاء الله باش نوصلوا للتوافقات، إنما الانتظار توا هو العبء على الحكومة أنها لازم تحاول تنهي المفاوضات هذوما باش نجموا احنا نبتوا في القوانين هذه. وفي انتظار عقد اجتماعات توافقية يبقى مصير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة منفتحا على جميع الاحتمالات. خلصت مجموعة إنقاذ نداء تونس وعدد من الإطارات والقواعد بالحركة إلى تكليف نائب الحزب بمجلس نواب الشعب منصف السلامي برئاسة هيئة تسييرية تسهر على إدارة الحزب إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي الربيع المقبل. بعد شهرين من الاجتماعات المتواصلة لهيئة إنقاذ نداء تونس بمختلف إطارات وقواعد الحركة في كافة جهات البلاد، تعقد الهيئة اليوم اجتماعا عاما بمنخرطي الحزب خلصت فيه لتكليف نائب الحركة بمجلس نواب الشعب منصف السلامي على رأس الهيئة التسييرية للحزب إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي الربيع المقبل. هيئة تسييرية لثلاثة أربع خمسة شهور يرأسها السيد منصف السلامي، رجل متعقل ورجل رصين وصديق سلباجي قيد سبسي، وهو سيفعل من أجل إنجاز المؤتمر الديمقراطي بكل التوافقات المطلوبة بدون إقصاء أي واحد. عضو هيئة الإنقاذ رضا بالحاج يقول إنه موكول على رئيس الهيئة التسييرية للحركة منصف السلامي تكوين هيئة تسييرية تبعد عنها كل الوجوه محل تنازع، مضيفا أن مجموعة الإنقاذ تسعى إلى التقارب مع حركة مشروع تونس وكل القوى الديمقراطية، وتعول على تفاهم رئيس الجمهورية الباجي قيد السبسي بالتدخل لحل حالة الأزمة داخل الحركة. عديد من المؤشرات تؤكد أن الخناق يضيق حول الحركة الديمقراطية وحول الباجي قايد السبسي نفسه، وبالتالي سيفهم الرئيس أنه من مصلحته ومن مصلحة القوى الديمقراطية ومن مصلحة الانتقال الديمقراطي أنه يساهم في إنقاذ حركة نداء تونس. محاولات مجموعة إنقاذ نداء تونس بتكليف منصف السلامي على رأس الهيئة التسييرية للحركة إلى حين عقد المؤتمر الانتخابي تعد وفق متابعين محاولات فاشلة كسابقاتها في حال عدم اقتراح الرئيس المؤسس للحزب الباجي قيد السبسي مبادرة تنقذه من أزماته المتلاحقة. هذا اعتبر رئيس اللجنة القانونية بحزب نداء تونس مراد اللش أن اجتماع الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس وإعلانها تكليف عضو الهيئة السياسية للحزب المنصف السلامي بمهمة منسق عام لمسار الإصلاح والإنقاذ بالحركة هو انقلاب على مؤسسات الحزب. أضاف دلش في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاجتماع الذي عقده أعضاء تلك الهيئة يعد اجتماعا غير قانونية بسبب غياب المنسقين الجهويين للحزب في داخل تونس وخارجها، فضلا عن غياب أعضاء الكتلة النيابية في مجلس نواب الشعب. دوليا الآن، وفي حادث أليم جدا في مدينة شمال الهند خرج قطار عن سكته ما أسفر عن مقتل أكثر من 120 شخصا، فيما لا تزال عملية الإنقاذ والبحث عن الناجين مستمرة. لقي أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 150 آخرين إثر خروج قطار سريع عن سكته بولاية أوتار براديش الواقعة في شمال الهند اليوم، فيما يتوقع ارتفاع عدد الضحايا وسط بحث مكثف عن ناجين وسط الحطام. وقال مسؤولون بالشرطة إن نحو 20 شخصا ما زالوا مفقودين، بينما تحاول السلطات تحري سبب خروج عدد من عربات القطار عن السكة فجأة، وكان القطار في رحلة بين شمال شرق البلاد إلى وسط الهند.
وأعلن مسؤول كبير في السكك الحديدية أنهم يستخدمون كل السبل لإنقاذ الأرواح، لكن من الصعب للغاية قطع العربات المعدنية. وأضاف أنه في ظل توقع ارتفاع عدد القتلى قد يصبح الحادث أسوأ كارثة للسكك الحديدية في الهند منذ 2000. وتعد شبكة السكك الحديدية الهندية المتداعية رابع أكبر سكك حديدية في العالم، حيث تقوم بنقل أكثر من 20 مليون شخص يوميا، ولكن سجلها سيء فيما يتعلق بالسلامة، خاصة مع وفاة آلاف الأشخاص جراء الحوادث سنويا. وقال وزير السكك الحديدية الهندية إن الحكومة ستحقق فورا في أسباب الحادث، ووعد بالمحاسبة بأشد إجراء ممكن. اقترح المبعوث الدولي المكلف بملف الأزمة السورية ستيفان ديمستورا منح مناطق شرق حلب إدارة ذاتية، حسب ما قاله وزير الخارجية السورية وليد المعلم، الذي أكد في الوقت ذاته أن سوريا ترفض هذا المقترح. تصريح يتزامن مع مقتل 7 أطفال بعد قصف مدرستهم وموت 6 أفراد من نفس العائلة شرقي حلب. أعلنت دمشق رفضها القاطع لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستيفان ديمستورا القاضي بمنح إدارة ذاتية في شرق حلب لمقاتل المعارضة الذين يسيطرون على جزء من المدينة. وزير الخارجية السوري وليد المعلم وخلال مؤتمر صحفي قال إن العرض مرفوض جملة وتفصيلا. تصريح يأتي بعد لقائه مع ديمستورا الذي يزور دمشق لبحث خطته الهادفة إلى وقف أعمال العنف في مدينة حلب. لا يعقل إطلاقا أن يبقى 275,000 نسمة من مواطنينا رهائن 6 أو 5 أو 7 آلاف مسلح. ما في حكومة بالعالم تسمح بذلك. وكان المبعوث الأممي اقترح الأسبوع الماضي بأن تعترف الحكومة السورية بهذه الإدارة ما دام مقاتل المعارضة يسيطرون على أحياء في حلب منذ 2000. لابد بعد خروج المسلحين من عودة مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية إلى شرق حلب. وضع سياسي سوري قد يعكس صور الدمار والجثث وأصوات المستغيثين من تحت الأنقاض التي ستكون شاهدة حقا على فظاعة ما يحصل في سوريا. حتى المدارس لم تسلم من القصف والاعتداءات. هنا كانوا يلعبون وهنا يدرسون، وفي لحظة قصفت المدرسة لتخلف مقتل 7 أطفال على الأقل من بين 10 قتلى في مدرسة سريع حسون في حي الفرقان. وفي مكان غير بعيد في شرق حلب برميل متفجر يذهب بحياة عائلة مؤلفة من 6 أفراد. وبين النفي والتأكيد تتضارب المعلومات الواردة من سوريا، خاصة بعد إدانة الأمم المتحدة للقوات الحكومية السورية باستعمال غاز الكلور في البراميل المتفجرة. لكن الأكيد أن المدنيين يتألمون ويجوعون ويقتلون. تصدر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون بفارق كبير نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط الفرنسية، ذلك بحصوله على 43.6% من الأصوات حسب النتائج الرسمية الجزئية. تحصل رئيس الوزراء الأسبق ألان جوبي على المركز الثاني ب 26.7% من الأصوات، فيما لم ينل نيكولا ساركوزي إلا 22.9% من الأصوات. وقد أقر الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالهزيمة معلنا دعمه لفيون في انتخابات الإعادة التي من المقرر أن تجرى الأحد المقبل وانسحابه من الحياة السياسية. نختم بالرياضة. ذات توج النجم الرياضي الساحلي بلقب النسخة 29 من البطولة العربية للأندية لكرة السلة إثر الفوز على جمعية سلام من المغرب ب 72 نقطة مقابل 62 في المباراة النهائية، ليحتفظ فريق جوهرة الساحل بلقب المسابقة الذي كان أحرزه العام الماضي على حساب فريق المجمع البترولي الجزائري. الآن إلى التذكير بالعناوين. المنظمة الشغيلة تؤكد أن المفاوضات الاجتماعية للقطاع الخاص ستستأنف هذا الأسبوع وتشدد على تطبيق النظام الجبائي على الجميع.
الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس تكلف القيادي المنصف السلامي برئاسة هيئة تسييرية ومؤتمر مرتقب للحركة الربيع المقبل. وأكثر من 120 قتيل ومئات الجرحى في حادث خروج قطار عن مساره في الهند، حادث الإنقاذ تسابق الوقت للعثور على نجمة. في الختام شكرا لتيب المتابعة، ليلة طيبة للجميع، إلى اللقاء.